أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار، نبدأها بالعناوين. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال على محاور خان يونس. الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك غزة ويواصل مجازره بحق الأطفال والنازحين. في الضفة، مقاومون يتصدون لاعتداءات الاحتلال بالنيران والعبوات في قلقيلية وطول كرم. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وتؤكد استمرارها باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية المشاركة بالعدوان على غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عددا من مواقع الاحتلال وتكثف استخدام الصواريخ النوعية وسلاح القناصات. كتائب حزب الله العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية وتؤكد استمرارها في دعم غزة بأشكال أخرى. واشنطن تهدد بإعادة فرض العقوبات على فنزويلا وكاراكاس، ترد وتصف ذلك بالابتزاز الفظ، وكوبا تؤكد رفضها التهديدات الأمريكية. الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما. أهلا بكم لليوم 17 بعد المئة. يتواصل العدوان على غزة وسط اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة في هذه الأثناء على محور خان يونس، هذا في حين اعترف الاحتلال بمقتل 3 من جنوده بينهم ضابط وبإصابة 5 بجروح خطرة. تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها على محاور التقدم في غزة، وتخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة خصوصا في خان يونس في الجنوب. وأفاد مراسل الميادين بأن المقاومة تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط حي النمساوي غرب خان يونس وسط قصف مدفعي عنيف. كتائب القسام أعلنت استهداف دبابة صهيونية بقذيفة اليأسين 105 والاشتباك مع جنود كانوا حولها غرب غزة وتحقيق إصابات مؤكدة استهداف دبابة بقذيفة اليأسين 105 في محور شمال غرب مدينة غزة. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في غزة بينهم ضابط برتبة نقيب احتياط مظلي. من غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم. صباح الخير أحمد، ضعنا في آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي ميدانيا وأيضا الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة. يرى العدوان الإسرائيلي ما يزال متواصلا، وترفع إسرائيل بهذا العدوان حقيقة فاتورة الدم في صفوف الفلسطينيين، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب مجازر يعني بشكل يومي. كما قالت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية زادت أعداد الشهداء عن 130 شهيدا، وهذا رقم كبير حقيقة قياسا، يعني رقم كبير إذا ما أضفناه إلى الأعداد
الكبيرة للشهداء وطبعا الجرحى. هذه الليلة شهدت في رفح عدة استهدافات إسرائيلية لمواقع على الحدود على يعني الجانب الفلسطيني من الحدود الفلسطينية المصرية، حيث أغارت الطائرين على موقعين يتبعان للمقاومة الفلسطينية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. في خان يونس جنوب قطاع غزة يتواصل العدوان الإسرائيلي بشكل مركز على المناطق الغربية من المدينة ولا سيما المخيم الغربي، حيث أعلن عن ارتقاء سيدة وعدد من الإصابات في استهداف طبعا مجموعة من المواطنين هناك، فضلا عن تواصل القصف المدفع العنيف في كل أرجاء مدينة خان يونس. الليلة الماضية أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن أن الجيش الإسرائيلي قد اقتحم بوابات مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، وقد هدمت جسور المبنى وأطلقت النار والقنابل صوب النازحين وكوادر الجمعية، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من خيام النازحين قبل أن تتراجع هذه الآليات طبعا من المكان عدة مئات من الأمطار وسط إطلاق نيران كثيفة من قبل الدبابات الإسرائيلية وطائرات الطائرات المسيرة، فضلا عن طائرات الكواد كابتر. وقد طلب الجيش الإسرائيلي من النازحين وإدارة المستشفى بإخلائها بشكل كامل. طبعا المستشفى ناصر ما يزال محاصرا بكل تأكيد من عدة جهات. الوضع داخل هذا المستشفى هو غاية في الصعوبة ومتدهور للغاية، ولا سيما مع اقتراب انتهاء الوقود اللازم لتشغيله، فضلا عن استمرار التهديد الإسرائيلي لهذا المستشفى عبر القصف المتواصل بالطائرات والمدفعية وعدم سماح الجيش الإسرائيلي بخروج أعداد من الجرحى للمستشفى الأردني. حتى اليوم نحن نتحدث منذ أسبوع وأكثر وهناك مناشدات بضرورة خروج أعداد من الجرحى نحو المستشفى الأردني الذي لا يبعد سوى مئات الأمتار من هذا المستشفى من أجل تلقي العلاج، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يسمح. القناصة منتشرون في كل أو فوق أعلى المباني في مناطق وسط وغرب خان يونس، يطلقون النار على كل من يتحرك في تلك الأماكن. سيارات الإسعاف لا يسمح لها بالخروج والعمل بأريحية، ولذلك نحن نتحدث عن وضع كارثي للغاية. هناك من يصاب يظل ملقا على الأرض دون حراك، دون أن يستطيع أن يحرك ساكنا. ربما طبعا كما قالت وزارة الصحة بأن أعداد كبيرة من الجرحى يفقدون حياتهم وهم ينتظرون فرصة لإقلالهم عبر سيارات الإسعاف نحو المستشفيات. على كل حال، مناطق وسط خان يونس أيضا تشهد غارات إسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي يواصل عملية هدم منازل كبيرة في خان يونس، ولكن يتركز معظم العدوان الإسرائيلي في منطقة المخيم الغربي وكذلك منطقة الحي النمساوي، حيث تواجه إسرائيل هناك مقاومة عنيفة. المناطق الشرقية لخان يونس تقصفها إسرائيل بالمدفعية بشكل كبير للغاية، ولكن معظم أو أكثر المناطق تركيزا هي مناطق جيزان النجار، البطن السمين تندلع فيها أكثر الاشتباكات في تلك المناطق. المنطقة الوسطى هذه الليلة شهدت ارتكاب إسرائيل مجزرة مروعة عذرا راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وذلك بفعل استهداف منزل مدني مأهول بالسكان من في منطقة الحدبة في دير البلح وسط القطاع. لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض، وكان هناك عدد من الإصابات في استهداف أحد المدارس في منطقة النصيرات التي تؤوي المئات من النازحين، وكذلك أيضا ارتقى أعداد من الشهداء في منطقة مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين شرق المنطقة الوسطى. واللافت بأن الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من هذه المناطق، إذا لاحظ أن هناك عودة للناس إليها، فهو يعمد إلى استهداف كل التحركات وكل التجمعات وكل المناطق التي تعود إليها الحياة. وهذا ما لاحظناه أيضا في مدينة غزة. في مدينة غزة عاد الجيش الإسرائيلي لارتكاب الفظائع والجرائم في تلك المنطقة. اليومين الماضيين شهدا عودة شديدة للغارات الإسرائيلية ومكثفة على
معظم مناطق مدينة غزة. نبدأ من المناطق الجنوبية الغربية، تل الهوى، الشيخ عجلين، منطقة الشاطئ، وكذلك الرمال، شارع الوحدة، منطقة مجمع، محيط مجمع الشفاء الطبي، ومن ثم نتجه شرقا إلى الزيتون والصبرة والشجاعية، مرورا بالدرج والتفاح والشعف، ومناطق أخرى في قلب المدينة كالشيخ رضوان والنصر والتوام، ومناطق مثل أبراج المخابرات. هذه الغارات لم تتوقف عليها، ولكن الجيش الإسرائيلي ركز أكثر خلال اليومين الماضيين على المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ولا سيما منطقة تل الهوى التي حاصرها خلال اليومين الماضيين، وهو الآن يقوم بعملية تفريغ لمنطقة مدينة غزة من السكان، يرسل إليهم رسائل تهديد بضرورة مغادرة مدينة غزة باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية، يدفع فيهم. طبعا هو حاصر عددا من المدارس خلال اليومين الماضيين، دفع بالناس عبر شاحنات وألقى بهم في المناطق الجنوبية، وهو يواصل حصار مدرسة مدرسة ومكان طبعا مكان. هذه الإجراءات الإسرائيلية متواصلة، ربما الهدف منها هو تفريغ مناطق شمال القطاع بعد فشل الجيش الإسرائيلي في القضاء على المقاومة هناك. ولعلنا نلاحظ أن المقاومة تستمر في عملية إطلاق الصواريخ من المناطق الشمالية رغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على تلك المناطق، ولكن في مقابل هذه الصورة هناك اشتباكات ضارية دارت بالأمس في محيط مجمع الشفاء الطبي، اشتباكات سمع فيها أصوات أسلحة رشاشة ومتوسطة، فضلا عن عدة انفجارات ربما تكون ناجمة عن استهداف آليات للجيش الإسرائيلي، وهذا ربما ما أعلنت عنه المقاومة في بيانات يعني منفصلة، قالت بأنها استهدفت عددا من الآليات سواء في شمال غرب مدينة غزة أو حتى في قلب مدينة غزة وفي المناطق الجنوبية الغربية للمدينة. أما منطقة شمال القطاع ولا سيما منطقة جباليا وشرق بدد جباليا، فهاتين المنطقتين تتعرضان إلى قصف مدفعي عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تركز على المدفعية. نقاط الاشتباك ثابتة مثل المناطق الشرقية لجباليا في مدينة غزة، في عدد كبير من المحاور لا تزال المقاومة هناك مشتعلة في خان يونس، ولا سيما المنطقة الجنوبية المنطقة الغربية، ولا سيما منطقة المخيم، فضلا عن منطقة الحي النمساوي، ولا سيما أيضا وسط خان يونس، هذه محاور ثابتة للقتال، والمنطقة الشرقية أيضا. لذلك نحن نتحدث عن استمرار استهداف المقاومة لتجمعات الجيش الإسرائيلي في كل المناطق، وثانيا استمرار عملية إطلاق الهاون وقذائف الهاون باتجاه تحشدات الجيش الإسرائيلي في أكثر طبعا من منطقة. مقابل هذه الصورة الأوضاع الإنسانية في الحقيقة تغدو أكثر صعوبة. اليوم أمس سلم الجيش الإسرائيلي جثامين 80 شهيدا لوزارة الصحة هنا في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. معظم هذه الجثامين هي متحللة لشهداء قد تم إطلاق النار عليهم، وجثامين قد تم اختطافها خلال العدوان البري على مناطق وسط وشمال القطاع خلال الأسابيع الماضية. هؤلاء سلموا دفنوا في مقابر، سيدفنوا في مقبرة جماعية، جزء كبير من هؤلاء مجهولو الهوية، وشبهة العبث بأجساد الشهداء كما تقول وزارة الصحة واضحة، وربما هذا يفتح الباب حول جريمة متجددة يرتكبها الجيش الإسرائيلي حول سرقة أعضاء الشهداء، وطبعا يعني الشهداء في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ تستغل إسرائيل انشغال العالم بهذه الحرب المجنونة وتختطف جثامين الشهداء من المقابر، كما شاهدنا في خان يونس 3 مقابر اقتحمها الجيش الإسرائيلي، جرف معظمها، اختطف عشرات الجثث منها، وكما جرى في مجمع الشفاء الطبي، كما جرى في المستشفى الأندونيسي، دأب الجيش الإسرائيلي على اختطاف هذه الجثامين تحت مبرر البحث عن جثامين أسراه وأسراه الذين طبعا هم بحوزة المقاومة الفلسطينية. ولكن الواضح بأن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى هذه السياسة لرفع فاتورة أو ضريبة المعاناة التي يتجرعها الناس هنا في قطاع غزة، لا يكتفي بقتل الناس وحرب الإبادة الجماعية، بل يعمد إلى تعميق معاناتهم عبر اختطاف جثامين أبناء الناس هنا في قطاع غزة. الوضع الإنساني وغاية في الصعوبة، لا سيما أننا نتحدث عن منخفض جوي عميق، يفتقر الناس هنا في قطاع غزة إلى أدنى متطلبات الحياة الإنسانية، معظمهم يعيشون في الشوارع والخيام، المستشفيات مليئة بالأطفال المرضى بالنزلات المعوية والبرد، الأدوية شبه
المستشفيات شبه خالية من الأدوية، وبالتالي هناك أكثر من 7000 جريح يحتاجون إلى تدخلات جراحية. هؤلاء لا يجدون العلاج اللازم. معبر رفح لا يستقبل سوى ما بين 70 إلى 100 شاحنة يوميا من المساعدات، لا يستقبل سوى ما بين 10 إلى 20 جريحا يذهبون أو يتوجهون للعلاج في المستشفيات. فبالتالي هناك ضغط كبير على مشافي القطاع، هناك حاجة ماسة إلى موارد بشرية، إلى وفود طبية قادرة على يعني مساعدة وزارة الصحة في غزة على تجاوز الأعداد الكبيرة أو تجاوز محنة آلاف المصابين أو مساعدة آلاف المصابين في تجاوز محنة الإصابة، لأن الأطباء في غزة يضطرون إلى خيارات صعبة بينها المفاضلة بين حالة خطيرة وحالة أخطر في العلاج. نعم، يعني شكرا جزيلا لك أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من رفح وسلامتك أحمد. أعلنت سرايا القدس استهداف دبابتي مركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 جنوب غرب مدينة خان يونس، كما أعلنت قصف حشد لآليات العدو الصهيوني وجنوده في محيط أبراج القلعة ومسجد خالد بن الوليد غرب خان يونس بقذائف الهاون النظامي من عيار 60. المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد إسقاط عدد كبير من مسيرات الاحتلال على امتداد القطاع واستهداف المقاومة خطوط إمداد قوات الاحتلال. لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم. ختاما نوجه تحيتنا إلى رديف مقاومتنا والسلاح، الإخوة في حزب الله الأحرار واليمن الأبي الشجاع المقدام ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذى حذوهم، والعتب الكبير الكبير على دولنا العربية والإسلامية أنظمة وشعوبا. على خط آخر، كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن خطة إسرائيلية عرضت على الأمريكيين لليوم التالي بعد انتهاء الحرب في غزة. الصحيفة أوضحت أن الخطة الجديدة تتضمن عدة مراحل صاغها سرا مجموعة من رجال الأعمال، وتشتمل على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في القطاع وإنشاء تحالف دولي من دول عربية تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين ودول أخرى، وتشكيل سلطة فلسطينية جديدة. وبعد ذلك سيتم إجراء إصلاحات شاملة في مناطق الضفة الغربية بحسب المخطط الإسرائيلي. وكان مسؤول كبير في حركة حماس كشف لوكالة رويترز أن مقترح باريس لوقف إطلاق النار سيشمل 3 مراحل تتوقف خلالها كل العمليات العسكرية من الجانبين. وبالتزامن يتصاعد الانقسام الإسرائيلي والتضارب في الآراء بشأن صفقة التبادل الجديدة مع المقاومة. في اليوم 16 بعد 100 للعدوان على غزة، مقترح باريس بشأن غزة يخرج إلى العلن، مع تأكيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تلقت الاقتراح وستدرسه، وهي منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى. المقترح وفق ما نقلت رويترز عن مسؤول في حماس يتضمن 3 مراحل تشمل الأولى الإفراج عن المدنيين، والثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، والثالثة تشمل تسليم الجثامين وفق المقترح بالتوازي مع توقف العمليات العسكرية من الجانبين طوال المراحل 3. ولم يحدد عدد الأسرى الإسرائيليين المطلوب الإفراج عنهم بانتظار التفاوض. بالتزامن كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يؤكد أن الحركة لن تنخرط في أي تفاهمات من دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وحل سياسي واضح وضمان إعادة الإعمار، فيما شدد المتحدث باسم سرايا القدس على أن الأسرى لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة. لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم
أم أبيتم؟ على المقلب الإسرائيلي تضاربت المواقف وفق حسابات قائمة على المراوغة والضغط على وقع تظاهرات أهالي الأسرى، حيث قال الإعلام الإسرائيلي إن مجلس الحرب أعطى موافقة مبدئية على المقترح، فيما قال نتنياهو في المقابل إنه لن ينهي الحرب حتى القضاء على حماس وعودة الأسرى، مؤكدا أنه لن يسحب قواته من غزة ولن يطلق سراح آلاف الأسرى كما يتردد، ما يطرح تساؤلات جدية عن مصير المقترح ومدى جديته أساسا. مواقف أكدها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال إن تل أبيب ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا لا مدنيا، وفيما أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه يمنح حكومة نتنياهو شبكة أمان لكل صفقة يمكن أن تعيد الأسرى إلى منازلهم، خلص محللون إسرائيليون إلى أن استمرار الحرب وتحرير المخطوفين لا يسيران معا. إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الوزير الأسبق باسم نعيم إن إمكان قيام دولة فلسطينية في ظل حكومة فاشية مجرمة هو مجرد وهم لتفريغ شحنة الغضب العربي. وفي ندوة بعنوان طوفان الأقصى طوفان الأمة أكد نعيم أن التطبيع بعد 7 أكتوبر أصبح خطيئة كبرى. إن تراجع الدور الأمريكي وانسحاب المنطقة لصالح التفرغ للصين مفروض إعادة هندسة المنطقة ورسمها من جديد بحيث يكون الكيان هو الذي يقود الحالة في المنطقة. لذلك هو لا يبحث عن سلام ولا يبحث عن تعايش ولا يبحث عن استقرار، هو يبحث عن استمرار المخططات الأولى ولكن بأدوات جديدة. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الأمر كما قلت نحن بالنسبة لنا التطبيع خطيئة وجريمة ولا يجوز أن يكون يعني عنوان العمل السياسي في هذه المرحلة. ومن يرتكب هذه المجازر اليوم الإبادة الجماعية ويعربد ويتصرف كدولة فوق القانون لا يستحق أن يكون شريكا لأي طرف كان في أي عمل سياسي. إلى الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وتصدى لها مقاومون بالنيران والعبوات، وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال عمليتها المستمرة في المدينة. مصادر محلية أفادت بأن تلك القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء المنطقة تخللتها عمليات اعتداء على أصحاب المنازل. ومن رام الله ينضم إلينا الصحفي محمد سمرين. أهلا بك محمد، لو تضعنا في آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة انطلاقا من قلقيلية. نعم، انسحبت قوات الاحتلال التو من مدينة قلقيلية بعد اقتحام استمر نحو 5 ساعات. خلال هذا الاقتحام دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال. تركزت هذه الاشتباكات في منطقة خلت نوفل بمدينة قلقيلية. أيضا عمدت قوات الاحتلال إلى نشر قناصتها على المباني المرتفعة في هذه المنطقة. قبيل انسحاب قوات الاحتلال قامت هذه القوات باعتقال شابين على الأقل وهما من أقارب مطلوبين لقوات الاحتلال. فشل الاحتلال في اعتقالهم في هذه الاقتحامات التي تمت للبلدة في محاولة للضغط على هؤلاء المطلوبين لتسليم أنفسهم لمخابرات الاحتلال. أيضا في بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية قوات الاحتلال الليلة الماضية اقتحمت هذه البلدة واعتقلت والد أحد المطلوبين في محاولة للضغط عليه أيضا لتسليم نفسه. خلال هذا الاقتحام أيضا دارت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال. في بلدة قفين شمال مدينة طول كرم قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل في هذه البلدة، تصدى لها الشبان بالحجارة والزجاجات الحارقة. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب أحد الشبان بالرصاص الحي إصابة ما بين المتوسطة والخطيرة ونقل إلى أحد مشافي مدينة طول كرم لتلقي العلاج. أيضا في مدينة نابلس تحديدا في المنطقة الشرقية قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت هذه المنطقة واعتقلت شابين ووالدتهما، ثم دارت هناك اشتباكات أيضا مع مقاومين قبل انسحاب قوات الاحتلال باتجاه حاجز بيت خوريك شرق مدينة قلقيلية.
أيضاً في منطقة رام الله كان هناك اعتداءات خلال ساعات فجر هذا اليوم من قبل المستوطنين، ففي بلدة سنجل شمال المدينة أقدم مستوطنون على اقتحام أحد المنازل وسرقة معدات زراعية من هذا المنزل قبل انسحابهم باتجاه مستوطنة معالي لبونة المقامة على أراضي بلدة سنجل. كذلك الأمر في بلدة بيتلو غرب مدينة رام الله، مستوطنون هاجموا منزل لأحد الفلسطينيين هناك واعتدوا عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بجراح، وقاموا بتدمير محتويات هذا المنزل. في جنوب الضفة الغربية أيضا في مدينة بيت اللحم في مخيم الدهيشة ومنطقة سندازة وبلدة بيت فجار، قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم سيدة تم اعتقالها في محاولة للضغط على زوجها المطارد لقوات الاحتلال لتسليم نفسه. في المحصلة هناك 16 حالة اعتقال على الأقل حتى هذه اللحظة من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. شكرا جزيلا لك الصحفي محمد سمرين، كنت معنا من رام الله. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو اس اس غريفلي في البحر الأحمر. وفي بيان له أكد العميد سريع أن كل السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على اليمن هي ضمن بنك الأهداف، وشدد سريع على أنه سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حقوق الدفاع المشروع عن اليمن وشعبه، وتأكيدا لاستمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين. في هذه الأثناء استمر التفاعل الشعبي اليمني بالتصاعد مع التحركات الرسمية في صنعاء لتفعيل سلاح مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل في الأسواق اليمنية نصرة لغزة. أحمد زبيبة. تجاوب شعبي منقطع النظير لتفعيل سلاح مقاطعة البضائع الأمريكية الداعمة لإسرائيل في الأسواق اليمنية. المتجول في المحال التجارية الكبرى هنا في صنعاء يلمس حجم التفاعل الشعبي مع حملات المقاطعة نصرة لأبناء غزة ورفضا لما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم حرب وإبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي. قل واجب نقدمه للشعب الفلسطيني أن نقاطع المنتجات والشركات التي تدعم إسرائيل علنا، وهذا هو أقل واجب لكل المواطنين. إحنا ما بدنا حاجة، يعني إحنا عن غزة وين إحنا، بس بالمقاطعة نعمل فرق كبير، لازم أن الناس يكون عندها توعية. نحن نقاطع المنتجات الإسرائيلية نصرة لأخواننا في فلسطين، لأن المنتجات التي بنشتريها تذهب أموالها لشراء الرصاص والقنابل التي يقتلوا بها أخواننا في فلسطين. صنعاء وجهت المنافذ والمراكز الجمركية في المحافظات اليمنية لمنع إدخال أي منتجات للشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل وفق قائمة أولية أطلقتها وزارة التجارة في صنعاء بشأن الشركات المحظورة. المقاطعة الشعبية حققت دور كبير جدا نتيجة للدور الإعلامي الذي تم. مثلا تدخل إحدى السوبر ماركات تجد أنه كثير من المنتجات التي استهدفت تظل أسبوع تلو الأسبوع الآخر وهي متراكمة. ولحل مشكلة مستوردي البضائع الأمريكية أمهلت صنعاء المستوردين والتجار 3 أشهر لتوفير سلع ومنتجات بديلة من منتجات الشركات المحظورة. إجراءات صنعاء لمقاطعة البضائع والشركات الداعمة لإسرائيل تضمنت أيضا برامج توعية وتثقيفا للمستهلك ولافتات تحث على المقاطعة تنتشر في الأحياء والشوارع على امتداد المحافظات نصرة للشعب الفلسطيني. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. إلى إيران، حيث حذر قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي الأمريكيين من أن إيران لا تترك أي اعتداء عليها دون رد، وفي الوقت نفسه هي لا تسعى للحرب، وذلك خلال كلمة له في فعالية إحياء ذكرى تخليد 24,000 شهيدا من طهران. من طهران ينضم إلينا مالك عابدة مراسل الميادين. أهلا بك مالك، لو تطلعنا على أبرز ما جاء في خطاب سلامي القائد العام لحرس الثورة حسين سلام.
لك وللسادة المشاهدين، بالفعل قبل قليل كانت هناك كلمة للواء حسين سلام القائد العام حرس الثورة في إيران، تطرق فيها أو تطرق خلال هذه الكلمة إلى التهديدات الأخيرة من بعض المسؤولين الأمريكيين، حيث قال بأن هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من بعض المسؤولين الأمريكيين، وبعض هذه التهديدات تأتي إلى مسامعنا، لذلك نقول للأمريكيين بأننا نعرفكم جيدا وتعرفوننا واختبرتم في أكثر من مكان وفي أكثر من ساحة، لذلك نحن لا يمكن أن نبقي أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون الرد. هذا من جهة. من جهة أخرى أكد اللواء حسين سلامي مع التهديد بأن إيران لا تسعى للحرب، إيران ليست أهل الحرب وإنما أهل السلم والسلام، لذلك إيران لا تسعى للحرب ولكنها لن تتوانى أبدا في الدفاع عن مصالحها، في الدفاع عن مبادئها، وفي الدفاع عن قيمها وقيم الجمهورية الإسلامية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أكد اللواء حسين سلامي بأن ما يحصل في غزة هو يعني استمرار للسنة الإلهية، وأن إيران وأن المسؤولين هنا في إيران يؤكدون وواثقون من أن المصير الحتمي والمصير الإلهي في غزة سوف يكون بانتصار المقاومة الفلسطينية، بانتصار الشعب الفلسطيني، وبهزيمة الصهاينة الذين يرتكبون الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أكد اللواء حسين السلامي بأن إيران لم تعد لقمة سائغة للأعداء، إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي تحارب من قبل الأعداء إعلاميا ونفسيا واقتصاديا وأيضا عسكريا، ولم يبق الأعداء وسيلة إلا واستخدموها من أجل إفشال الثورة الإسلامية ولكن لم يتمكنوا من ذلك. واليوم إيران ماذا؟ إيران باتت دولة قوية عظيمة وهي تعتبر محبوبة المستضعفين والمقاومين في كافة أنحاء العالم. يرى شكرا جزيلا لك مالك عابدة، مراسل الميادين كنت معنا من طهران. نبقى في إيران، حيث جدد الرئيس إبراهيم رئيسي تأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وفي كلمة له بمناسبة الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ذكر رئيسي بأن الإمام الخميني الراحل أكد أن الكيان الصهيوني زائل وهو ما يتحقق اليوم. وفي سياق متصل نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، وأكدت أن أي هجوم على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حازم. وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن قال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن واشنطن ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل. ولدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا، أكد بايدن في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وبالتوازي أكد البنتاغون أنه لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة لكنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات والمصالح الأمريكية. من جهته قال مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز إن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران. وفي مقال له في مجلة فورين أفيرز أشار إلى أنه لم يشهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار في الشرق الأوسط كما هي الحال اليوم. وشدد بيرنز على أن واشنطن ليست مسؤولة حصريا عن حل أي من المشاكل الشائكة في الشرق الأوسط ولا يمكن إدارة أي منها، وأيضا لا يمكن حلها من دون قيادة أمريكية نشطة. إلى جنوب لبنان، حيث انطلقت مجددا اليوم نيران مباشرة باتجاه مستوطنة المنارة في شمال فلسطين المحتلة، وكانت انطلقت ليلة أمس نيران مباشرة من
لبنان باتجاه موقع بركة ريشة الإسرائيلي في الجليل الغربي. المقاومة الإسلامية كانت أعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حد بعيتة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع حد يارين في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة. وقالت المقاومة في بيانها إن الاستهداف جرى بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابة مباشرة، كما استهدفت تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني، وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أطراف عدة بلدات حدودية في الجنوب. رئيس مجلس ما يعرف بماتا إيشر في شمال فلسطين المحتلة موشي ديفيدوفيتش أوضح أن 80,000 مستوطن هم خارج منازلهم منذ نحو 4 أشهر من دون مستقبل ومن دون أمل. نسمع رئيس الحكومة يوميا يتحدث عن حماس، ولكن في كل ما يتعلق بحزب الله لا شيء. هل تعلم لماذا؟ لأنه ليس لديه أجوبة ولا حتى الكابينت. إذا كانوا يريدون حلا سياسيا فليقولوا لنا كم من الوقت على السكان البقاء خارج منازلهم. أقول من خلال معرفة تامة أن جزءا بارزا من السكان لن يعود، حتى لو كان هناك حل استثنائي في الشمال. في الاستطلاع الذي جرى منذ مدة قصيرة أكثر من 20% يفكر في عدم العودة. إلى العراق، حيث أعلنت كتائب حزب الله تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأمريكية. وفي بيانها أوضحت الكتائب أن القرار جاء دفعا لإحراج الحكومة العراقية، وتضمن توصية لمجاهدي كتائب حزب الله بالدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم. ولفت البيان إلى أن كتائب حزب الله مستمرة في دعم غزة بطرق أخرى، واتخذت قرارها بدعم القطاع بإرادتها ومن دون أي تدخل من الآخرين. كما أشار إلى أن محور المقاومة لا سيما إيران لا يعلم كيفية عمل الكتائب الجهادي، وكان يعترض على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين إن قرار كتائب حزب الله العراق جاء بعد أيام من الجهود المكثفة التي بذلها رئيس الحكومة لمنع التصعيد بعد استهداف قاعدة أمريكية في الأراضي الأردنية الحدودية مع العراق وسوريا. فرهاد علاء الدين صرح لوكالة رويترز قائلا إن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تواصل مع جميع الأطراف ذوي الصلة داخل العراق وخارجه لدرء التصعيد إثر تواصله مع جميع الأطراف. إلى كومة من الركام، حولت آلة الحرب الإسرائيلية معظم الأحياء السكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أكرم دلول. إلى كومة من الركام حولت آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج الواقع وسط قطاع غزة. فالقصف الإسرائيلي طال المنازل والبنى التحتية والطرقات والشوارع. كانت هذه واحدة من أكثر المناطق في قطاع غزة التي كانت عصية على الانكسار، في ظل ضربات نوعية من المقاومة تلقتها إسرائيل التي بقيت عاجزة عن الدخول إلى عمق هذه المنطقة لأسابيع. البيوت يعني هم بيحكوا استهداف كله عسكري، هذه البيوت عسكرية، هذه مدنية. المنتزة اللي بتنزهوا فيه السكان والمخيم البريج برضو هذا كلها مدنيا، هاي استهدفوا بيوتنا، هايات كل بيوتنا كلها الآن كلها مستهدفة. حتى الاستهداف اللي صار للمدنيين والشهداء هان من الحارة برضو مدنيا، فصار هنا البريج كله خراب وعبارة عن دمار. نحن بالبريج في مدارس أبو حلو، فجأة الطيران صريخ بط علينا وهجمنا من أي من كل الشقات، وبنسيل في الصاوب صديق في ظهره، وضلينا لآخر نفس إحنا في البريج ما رضيناش نطلع. بس لما هجموا علينا على المدارس وضربوا علينا غاز وقنابل وما خلوش ولا إيش اللي استعملوها علينا، بصراحة إحنا خفنا. ما فيش بيوت، دمار. يعني إحنا حزنين على الناس اللي هتعود وتشوف بيوتها
كيف بدها تسكن، كيف بدها تعيش؟ دمار رمل بس، احنا شايفين بس بلوك ودمار بس. رغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية من مخيم البريج، إلا أن طائرات الاستطلاع على هذه الشاكلة لم تفارق الأجواء. في الكثير من الأحيان تواصل ارتكاب المجازر بحق الأبرياء، رغم أنها ارتكبت فظائع مروعة بحق المدنيين العزل وقتلت منهم المئات فقط في هذه المناطق. أكرم دلول من مخيم البريج وسط قطاع غزة، الميادين. طالب رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية، طالبوا الدول التي قطعت التمويل عن وكالة الأونروا بإعادة النظر سريعا بقرارها. وفي بيان شدد رؤساء على أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول الأعضاء بوقف التمويل عن الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة، حيث لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاج إليها أكثر من مليوني شخص في غزة بشكل عاجل. وأضاف البيان أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في القطاع. وقالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريت كاغ إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا. وبعد تقديم أولى إحاطاتها إلى مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، أكدت أن الوضع العسكري الحالي لا يسمح بحرية الحركة في نقل المعونات، كما أن الأمم المتحدة تعمل لإعادة تمويل عمل وكالة أونروا المهدد بالتوقف خلال أسابيع. كما أوضحت لمجلس الأمن، لا يوجد حاليا متسع من المكان لأن الصراع مستعر، ولا مكان للمراقبين للتثبت والتدقيق في كيفية توزيع المعونات، وهذا من مهام الوكالات. وسنبدأ أولا بإنشاء قاعدة بيانات تحدد هوية المتبرع والمواد للحصول على ترخيص إدخال مسبق على غرار ما يجري على يد آلية أونفن في اليمن. عندها سيكون لدينا تصور كامل عما سيأتي وسنحدد أولويات العمل. قرار عدد من الدول المانحة وقف تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ألقى بظلاله على مناطق عمليات الوكالة ومن بينها الأردن. قرار سيترك من دون شك تبعات تطال جميع نواحي حياة اللاجئين. من عمان لنا شاهين. قرار تعليق الدعم لوكالة الغوث قضى مضاجع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الذين رأوا في القرار عقوبة جماعية، وإن كان المقصود منها تأزيم الوضع الكارثي في قطاع غزة، فالمساعدات بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت. بنموت، بننتهي عن جد بننتهي. أنا 4 أولاد عندي، جوزي مقعد، يعني بأجار بيت، بنتي جامعة، ما في فيش لولا المساعدات اللي بتجينا. الشعب اصلا بيعاني بوجود المساعدات، فقطع المساعدات المعاناه راح تكون كبيره جدا. احنا لنا سنوات، كل سواء الصحه سواء المدارس سواء التعليم عم بقلصوا فيها. لاي مدى بدهم يوصلوا للشعب الفلسطيني؟ بدهم يمحوهم؟ القضية إن شاء الله بإذن الله راح تنتصر بإذن الله. 5,700,000 لاجئ فلسطيني يتوزعون إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في 3 دول هي سوريا ولبنان والأردن الذي يضم 2.5 مليون لاجئ. وقرار تعليق دعم المانحين جاء كما يؤكدون لغاية في نفس إسرائيل. بمحكمة العدل الدولية انذكر اسم فيليب لازاريني انه يعني بعض المعلومات حصلوا عليها من الأونروا، فهذا عقاب للأونروا. ولا ننسى انه يعني على مر السنين كان في اتهامات من إسرائيل للأونروا انه اطالت امد اللجوء، تؤجج الصراع. فيعني هدف رئيسي، يعني بتصور إذا انتهت الأونروا يعني انتهت قضية اللجوء الفلسطيني، وبالتالي انتهى القضية الفلسطينية. استهداف وكالة الغوث قديم جديد يقول اللاجئون، ويؤكدون أن اتهام إسرائيل ل12 موظفا من موظفي الوكالة في غزة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى هو مجرد ذريعة لتنفيذ مؤامرة إنهاء قضية اللاجئين. تعال
تعليق دعم وكالة الغوث ابتزاز سياسي ومالي تقوده إسرائيل ومن يدعمها، يقول اللاجئون ويجددون رفضهم لكل محاولات تصفية الوكالة، ليس لكونها شريان الحياة لهم وحسب، وإنما أيضا لأنها الشاهد الأساس على قضية لاجئين. لنا شاهين عمان، الميادين. إلى باكستان، حيث أفاد مراسل الميادين بصدور حكم قضائي في حق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالحبس 14 عاما، وذلك بتهمة التصرف غير الشرعي بهدايا مكتب رئيس الوزراء وبغرامة مالية تصل إلى نحو 3 ملايين دولار. جاء ذلك بعد ساعات على حكم أصدره القضاء الباكستاني على مؤسس حركة إنصاف عمران خان وزعيمها شاه محمود قريشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما في قضية التشفير. الإدانة الثانية التي توجه إلى مؤسس حركة إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان، إدانة جاءت بناء على اتهامه بقضية نشر وتسريب معلومات سرية وجهت إلى وزارة الخارجية الباكستانية من سفارة باكستان في واشنطن. تتحدث الرسالة المشفرة عن عدم رضا الإدارة الأمريكية عن أداء الحكومة الباكستانية، وهو ما رآه عمران خان ووزير خارجيته آنذاك شاه محمود قريشي مؤامرة أجنبية، لكنه على الرغم ذلك لم يقم بتسليم الرسالة إلى الجهات المعنية، وهو ما عد تعاملا غير قانوني مع ملف مهم وخطر. إن مجريات القضاء تسير بطريقة غير قانونية بشكل كامل، ولقد سأل القاضي أسئلة من عنده ولا نعرف إلى ما يهدفون من هذه المعاملة. وكان عمران خان قد أدين سابقا في قضية فساد إداري وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، قضايا رآها المقربون من عمران خان تحركا يهدف إلى إبعاد الحزب وأنصاره من الانتخابات في عملية إقصاء مستمرة من قبل جهات سياسية داخلية. أنا أريد أن أتساءل لو أن هذا ما يحدث مع رئيس وزراء سابق ووزير خارجية سابق، فماذا سيحدث مع بقية الأعضاء في الحزب؟ بالتأكيد نريد أن نشارك في الانتخابات بشكل طبيعي، ولكن الوضع ليس في صالحنا. وكانت هيئة المحاسبة الوطنية قد أنشأت محكمة خاصة في سجن أديالا للتحقيق ومحاكمة خان في القضايا الموجهة ضده، وذلك لما في محاكمته من أسرار دولة تحرص الجهات القضائية والقانونية على عدم الإفشاء بها، قرار اتخذ عام 2023، ولا تزال الإجراءات القضائية تسير بوتيرة سرية منذ إنشاء المحكمة في السجن. لم تنتهي أزمة عمران خان والقضايا التي يواجهها، ولا يزال خان وقيادات حزبه تحت مجهر القضاء والأجهزة الأمنية فيما تقترب باكستان من موعد إجراء الانتخابات العامة. بكر يونس، سام أباد، الميادين. حددت وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي بسبب ما وصفته بعدم وفاء الرئيس نيكولاس مادورو بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وإثر ذلك قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن فنزويلا بأكملها ترفض الابتزاز الفظ وغير اللائق والإنذار الذي عبرت عنه حكومة الولايات المتحدة، مشددة على أنه إذا قامت واشنطن بتكثيف العدوان الاقتصادي على فنزويلا فستلغى رحلات عودة المهاجرين الفنزويليين على الفور اعتبارا من 13 شباط فبراير المقبل. كذلك عبر وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز عن رفض بلاده للتدخلات والتهديدات الأمريكية لكاراكاس، معربا عن التضامن مع الشعب الفنزويلي وحكومته. إلى ذلك دعا البرلمان الفنزويلي إلى إجراء مشاورات لاقتراح موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، وأكد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز في الجلسة العامة أن عملية التشاور ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وأن الاقتراح الذي سيظهر سيتم تسليمه إلى المجلس الانتخابي الوطني الذي يتمتع بصلاحية الدعوة إلى إجراء انتخابات. Y se lo presenta al Consejo Nacional Electoral. Que sea el pueblo el que decida cuándo son las elecciones presidenciales. ختام هذه النشرة اخترناه مع هذين الخبرين من قطاع غزة، ونبدأ من الطفل عبود الذي ينشد لأشقائه الذين ارتقوا في العدوان. نستمع إلى صوت عبود
وهو ينشد من داخل المستشفى خلال علاج أشقاء آخرين له نجوا من القصف. أراكم ذاهبين ولن تعودوا، أكاد أصيح إخواني خذوني، فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني، أودعكم يا راحلين عن الحياة، يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي، لن تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي. من أناشيد الشجن إلى فعاليات الفرح في غزة بطبيعة الحال، نختم النشرة، ولكن يعني دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.